ناس زوينين اليوم كيف ديما نجيبو لكم شقق سدر حال. شفت لكم اليوم واحد لابارتمون اللي عندها اطلاله على البحر قريبه لجميع المرافق العموميه. ميتراج ديالها 57 متر كاري والثمن 42 مليون قابله للنقاش. على بركه الله غادي نبداو من لونطري ديال لابارتمون. نمشيو نشوفوا لونطري ديال الشقه باش نعطيكم هذه الشقه الرائعه. الثمن ديالها والمتراج كما قلت لكم الشقه. هذا هو لونطري ديال لابارتمون الاول. هذا على لونطري كاين تبارك الله واحد الصالون اللي جا معزول على هذه الشقه على البيوت ولا كوزين. وهذا تبارك الله صالون كبير تبارك الله اللهم بارك. جا معزول على لي شومبر او كوزين ولا سال دو فان. بارتمان شوكه دو فاس نهار كامل شميشه. نخرجوا من الصالون غادي نمشيو لا سال دو بان اللي هي هادي. هي تبارك الله كبيره هي لا سال دو بان. نخرجوا من لا سال دو بان غادي نمشيو اون فاس مع لا سال دو بان كاينه شومبر ديال الوليدات اللي هي هادي تبارك الله ما شاء الله. أبارتمون مفصلة صالة زوينة تبارك الله. شومبر ديال الوليدات. نخرجو من الشومبر ديال الوليدات غادي نمشيو لا كويزين أون فاس معايا كاينة لا شومبر بارونتال. دو شومبر كويزين وصالون او دو بالكون. ثمن 57 متر كاري ثمن 42 مليون قابله للنقاش. هذا الشومبر بارونتال كما كتشوفوا معايا تبارك الله كما قلت لكم الشومبر بارونتال عندها لافي ديال البحر. نقرب عليكم شويه شوف على البحر كما تشوفوا معايا. هذه شومبر بارونتال عندك الخرجه ديال البالكون. خرجوا من الشومبر بارونتال غادي نمشيو لا كويزين ايكيبي اللي هي تبارك الله. وعندك البالكون ديالها ديال لا كويزين. هاد البارتمان بعيد على البحر تقريبا مش 10 دقائق على رجليك على البالكون. الثمن كما قلت لكم 42 مليون قابله للنقاش. نتمنى نال اعجاب ديالكم هذه الشقه الرائعه. مرحبا بكم عندنا منطقه سدر حال الشاطئ. الى عجبتكم الشقه اتصلوا بنا نعطيكم جميع المعلومات. مرحبا بكم عندنا منطقه سدر حال. الله يسخر لكم وشكرا على المشاهده.